يا هلا والله ابو عبد الله، الله يحييك. شلونك؟ عساك طيب. ابو عبد الله حسيني طال عمرك، هذا خبير بالعسل. يا مرحبا. يا هلا ابو عبد الله، ابي اعرف انواع العسل، وش العسل الزين؟ اغلب المتابعين يسالون عن العسل ولا يدرون عنه، او وش علاجه، يستخدم ليش، وش انواعه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قالوا عن العسل كثير من الخبراء انه اذا كان من نفس البيئه فهو افضل. تمام. ولا يعني ان اللي مهم موجود او مستورد انه مبزين، يعني من نفس المنطقه، من زراعه المنطقه، او من المزارع القريبه. اللي مستورد اذا هو اصلي ممتاز، ممتاز، ولكن ما يتفوق على اللي موجود هنا. تمام. السدر معروف انه للباطنيه، ويفضل استخدامه مخلوط مع الماء، افضل، ممتاز لامتصاص الجسم. ما شاء الله. الطالح ممتاز للصدر والحلق، ويفضل انه يؤخذ على الريق بدون ماء. ممتاز. اللي تعرف احنا موسم الحين الفلوانزا يا ابو عبد الله. ايه. موسم فلوانزا ممتاز. هذا عكبر